مع ازدياد الهجرة في جميع أنحاء العالم ومع دخول المنظمة الدولية للهجرة إلى منظمة الأمم المتحدة، تزايد الاهتمام بأنشطة المنظمة الدولية للهجرة في مجال حوكمة الهجرة وسياساتها. يوفر مستودع سياسة الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة منصة لتبادل المعلومات وتسهيل الوصول إليها بشأن أنشطة سياسة الهجرة الوطنية والإقليمية والعالمية وكذلك منتجات سياسة الهجرة، وبذلك يصبح المستودع مورداً قيماً للمشورة السياسية والخبرة الفنية في جميع المجالات المواضيعية للهجرة. مستودع السياسة عبارة عن مساحة لموظفي المنظمة الدولية للهجرة لمشاركة عملهم في سياسة الهجرة والتعلم من الممارسات الجيدة لبعضهم البعض ليتم الدفاع عنها والاستفادة منها. يسمح نظام تسجيل السياسة السهل في مستودع السياسة بمشاركة أنشطة ومنتجات سياسة الهجرة. توفر وظيفة البحث عن النص الكامل وصولاً سريعاً إلى هذه الإدخالات والمستندات. تمكن البيانات الوصفية الموجزة والكلمات الرئيسية والمعلومات المرجعية المستخدمين من معرفة المزيد والاتصال مع المؤلفين أو نقاط الاتصال لنشاط معين لسياسة الهجرة، وبالتالي المستودع يسهل إنشاء مجتمعات الممارسة. مستودع السياسة هو جهد تعاوني لكل المنظمة الدولية للهجرة. ابرز رؤية سياسة الهجرة والنجاح من خلال تسجيل عملك في المستودع اليوم.